أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. 凡在天地间的都赞颂真主至洁的万能的至睿的君主超绝万物的君主 هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 他在文盲中派遣一个同族的使者，去对他们宣读他的迹象，并培养他们，教授他们天经和智慧。尽管以前他们确实在明显的迷雾中。 آخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. 并交化还没有赶上他们的其他人，真主是万能的，是至睿的。 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 这是真主的恩典，他把它赏赐给他所抑郁的人们。真主是有洪恩的。 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. 奉命遵守塔拉特而不遵守者，譬如驮金的驴子。否认真主的迹象的居民的比喻真恶劣，真主是不引导不义的民众的。 قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. 你说兴奋犹太教的人们啊，如果你们自称是真主的选民而排斥别人，那你们希望早死吧。如果你们是诚实者，لا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. 他们因为曾经犯过罪，所以永远不希望早死。真主是全知不义者的。 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. 你说，你们所逃避的死亡必定与你们会面，然后你们将被送到全知幽冥的主那里，他将把你们的行为告诉你们。 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. 信道的人们啊，当聚礼日招人礼拜的时候，你们应当赶快去纪念真主，放下买卖，那对于你们是更好的。如果你们知道。
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. 当礼拜完毕的时候，你们当散步的地方上寻求真主的恩惠，你们应当多多的纪念真主，以便你们成功。وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. 当他们看见生意或游戏的时候，他们离散了，他们让你独自站着，你说在真主那里的比生意和游戏还好，真主是更善的供给者。